اهلا بحضراتكم من جديد واخر فقرات الاهلي خط احمر. البعض بيتحدث عن فكره اللائحه اللي بتحكم الدوري المصري، وحصل لبس متعمد عند البعض عشان فكره تفوق النادي الاهلي في المواجهات المباشره مع نادي الزمالك، وبداوا يروجوا لفكره ان اللائحه تم تغييرها بعد مباراتي القمه. لو اتكلمنا حاليا عندنا الحاج عامر حسين رئيس اللجنه السابق او الاسبق، كان له كلام في فيديو واضح جدا وصريح جدا بيتكلم عن ان اللائحه كانت من سنه 2010، فنطلع نذكركم بيها عشان تبقى الامور واضحه. نشوف فيديو الحاج عامر حسين. الحقيقه مسكت اللجنه في 2010، كان اول مره ابقى رئيس اللجنه، قبل كده كنت عضو لجنه مسابقات. جبت اللائحه بتاعت الاتحاد الدولي. واخدت ال 90% من البنود اللي ممكن تمشي معانا في الدوري المصري، حطيناها في اللائحه. وبالنسبه للمنافسات في البطولات كان كل اتجاه العالم ان هو لغي موضوع الاهداف وبيتجه للمواجهات المباشره، عشان كده نقلت من موضوع الاهداف اللي هو كان اول حاجه للمواجهات المباشره تحقيقا للعداله اكتر. لان حضرتك لو تفتكر او الناس القديمه شويه يفتكروا ان كان في لغط كتير على التلاعب في المباريات في المرحله الاخيره. المواجهات المباشره في الاربعه اللي فوق والثلاثه اللي تحت، وما عملتش المواجهات المباشره في الجدول كله خلاص. يعني ليه ما عملتش موضوع المواجهات المباشره في الجدول كله خلاص في تحديد؟ تعمل لك لخبطه مع عدد كبير من الفرق، تعمل لك لخبطه جامده. تعمل لك لخبطه. ده هيبقى كاس ده، ده هيبقى كاس ده. ممكن خمس ست فرق وفي الاخر ما لهاش اهميه حاجه. لكن تلعب المسابقه. الاربعه اللي فوق ممكن بيلعبوا ابطال دوري وكونفدراليه. والهبوط عشان لازم تحدده عشان الفرق اللي صعبه. اعتقد الكلام واضح تماما. من 2010 اللائحه دي موجوده يا فارس، والحاج عامر حسين بيقول لك شاف الفيفا وعمل زيها في مصر. ما كانش الحاج عامر حسين بس، ده كمان رئيس اتحاد الكره كابتن احمد مجاهد اكد نفس الكلام. نطلع ونشوف الفيديو. بالنسبه للائحه لبطل الدوري واللائحه للهبوط، يعني اذا تساوى مثلا الثلاث فرق اللي هتهبط مع بعض في النقاط مثلا، الغير دي مش محتاجه، دي مش محتاجه جدل خالص. المسابقات تنتهي بالمواجهات المباشره سواء في بطوله الدوري. عندنا على فكره احنا عندنا صعود في الدوري الممتاز بالمواجهه المباشره. حصل صعود في الدوري الممتاز اساسا بالدوري، فده حصلت بالفعل. ايوه حصل صعود من القسم الثالث للثاني بالمواجهه المباشره، حصل هبوط من القسم الثاني بالمواجهه المباشره. الدوري الممتاز صعودا وهبوطا للمواجهه المباشره طبعا. طيب ولم يتم التعديل، لم يتم تعديل اي شيء بشروط ولا حتى قواعد المسابقه فيما يخص تحديد البطل او تحديد الهابط. بالمواجهات المباشره ده كلام الجميع، ولكن وعد هنا من الاهلي خط احمر. الاهلي اصلا مش هيوصلنا لمرحله حسم لقب الدوري بايه؟ هيكون حسم لقب الدوري بفارق النقاط لصالح النادي الاهلي. ان شاء الله استمتعنا بيكم. ان شاء الله قول ان شاء الله طبعا.